موجة الحر الأخيرة أنعشت سوق بيع المكيفات الهوائية التي كادت تنفذ من المحلات والموزعين، خاصة وأن الحر تزامن وشهر رمضان الكريم. تفاصيل أكثر في سياق تقرير محمد سعداوي. كان سخانة بزاف، إنسانك تعرف كيفاش لازم يبرد شوية. هي كلمات مواطن أنهكته الحرارة الشديدة في الأيام الأخيرة ودفعته كغيره لزيارة مملكة الكهرومنزليات بالحميز التي بيعت فيها المكيفات بشكل كبير. مشاو يمشي وراو هاي لقايتي. يعني مشى طريبيا وما فيهاش روتور وكليماتيزور، راهو يمشي والحمد لله. يعني خارج تاعنا ناس خانه هذه الحمد لله. الناس راهي تجي بزاف ورانا نستقبلوهم حسن الاستقبال. الحميز تغطي منطقة محددة، والحكم على ما حققته مبيعات المكيفات على المستوى الوطني تعطيه الشركات الأم والموزعون الرسميون الذين لم يختلف الحال عندهم. في العشرية من الأخيرة هذه كان طالب كثير من طرف المستهلكين ولا من طرف لي روفوندر. هما احنا عندنا طريقة تاع توزيع خاصة بنا، هذه المرة ما كناش صراحة ما كناش ننتظروا في هذه الكمية الكبيرة تاع البيع. لحقنا وين زدنا درنا طلبيات أخرى باش نوفروا المنتوج. المبيعات في حد ذاتها كانت متباينة، حيث سجلت المكيفات المتلائم حجمها مع الغرف والشقق الصغيرة أكبر نسبة مبيعات. متسعالف 12,000 بيتي وهما هي لقام الأكثر طلبا من بالنسبة للمواطنين العاديين. بالنسبة ل 18 و24 يعني كاين يعني مستوى معين من الناس اللي يطلبوا هذا النوع من المكيفات. أتعبت موجة الحر التي تضرب البلاد الكثيرين في عز رمضان إلا أنها كانت سببا في انتعاش مبيعات المكيفات الهوائية،